بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بحضراتكم مع فيديو جديد. علشان نعمل ديكور النهاردة إن شاء الله، أنا مجهز الحيطة عندي ومديها وش بلاستيك أبيض مط. يعني لو الحيطة عند حضرتك جاهزة مدهونة قبل كده، حضرتك هتصنفرها وتديها وش بلاستيك أبيض مط. بعد ما دهنا وش بلاستيك أبيض مط، بسحب طبقتين من المعجون. طبعا المعجون اللي عندي ده كان معجون أبيض، وأنا لونته باللون الأسود علشان احصل على اللون الرمادي، علشان اللون الرمادي ده هو اللي هيظهر عندي في فواصل البلاطات اللي انا هعملها النهاردة ان شاء الله. فهسحب طبقتين من المعجون الرمادي علشان انعم الحيطة، ومن ناحية تانية يظهر معايا في فواصل البلاطات اللي هتتعمل النهاردة بإذن الله. سحبت الطبقة الاولى زي ما انت شفتوا بالطول، وهبتدي اسحب الطبقة التانية بالعرض زي ما حضراتكم شايفين كده. طبعا الناس اللي متابعة القناة عارفين الطريقة دي كويس جدا، يعني عملناها في أكتر من فيديو، ولكن فيديو النهاردة إن شاء الله هيكون مختلف عن الفيديوهات اللي فاتت، هيبقى بشكل مختلف إن شاء الله وطريقة جديدة بإذن الله، يا رب تعجبكم. وأتمنى اللي أول مرة يشوف القناة عندنا ما يبخلش علينا باللايك للفيديو، ويعمل اشتراك للقناة لو مش مشترك، ويفعل زر الجرس علشان يوصلوا منا كل جديد أو أي إشعار من القناة. طبعا القالب اللي عندي انا هعمله عرضه 28 سنتي في 14 على حسب مقاس الحيطة اللي عندي، تمام؟ يعني لو حضرتك الحيطة عندك كبيرة ممكن تكبر القالب، مفيش مشكلة. طبعا انا قسمت الجدار كله على 14 سنتي علشان اوصل النقط ببعضيها، وبعد كده هبتدي اشيل الاماكن اللي فيها لزق انا مش محتاجه، يعني اللزق اللي انا مش محتاجه من الاماكن اللي هي مثلا في نص القالب دي هتتشال وهتتفرغ، تمام؟ بوصل النقط كلها ببعضيها زي ما انتم شايفين بالشكل ده، اداني مربعات كده، وابتدي بقى اشيل بالقطر الاماكن اللي انا مش محتاجها زي الجزئيه اللي انا شلتها دي كده، تمام؟ طبعا لما هنشيل بقيه اللزق هتفهموا قصدي ايه. طبعا احنا هنقسم الجدار بالشكل الطوبي او الشكل الحجري، الشكل الحجري، تمام كده؟ اهو شيلنا الصف ده، وبعد كده هنشيل الصف اللي تحتيه بالعكس اهو زي ما حضراتكم شايفين، لازم يتشال اهو علشان يديني الشكل الحجري او الشكل الطوب، تمام كده؟ طيب بعد ما شيلنا اللزق بقى هنجيب حتة صنفرة ناعمة ونبتدي نصنفر اللزق ونصنفر الحيطة، يعني منه هنصنفر الحيطة وفي نفس الوقت هندوس على اللزق بالصنفرة علشان واحنا شغالين اللزق بتاعنا ما يطلعش مع المعجون واحنا شغالين عليه. بنعمل الجدار كله كده بالصنفرة وبدوس على اللزق، تمام؟ وبعد كده هروح احضر الخامات اللي انا هشتغل بيها. طيب اول حاجة هحتاجها معايا هي معجون الجدران، طبعا هو نفس المعجون اللي انا كنت شغال بيه دلوقتي باللون الرمادي، ولكن المعجون ده مازال ابيض انا لسه ملونتوش. هاخد كمية مثلا حوالي كيلو من المعجون الابيض ده على قد الديكور اللي انا هشتغل عليه، وهاخد مثلا بتاع نص كيلو او اقل في العلبة التانية دي علشان هيتلون باللون الطوبي، كويس؟ وكمية بسيطة جدا هنا في العلبة الصغيرة خالص دي هتتلون باللون الرمادي. طيب هطري بس المعجونة، هزود المعجونة شوية مية خفيفة كده واطريها شوية قبل ما قبل ما الون، علشان المعجونة يعني سميكة شوية، فانا محتاج ان هي تكون سلسة اكتر من كده، تمام؟ طيب قلبت المعجونة اهي، هبتدي بقى ألون المعجونة التانية، أضيف عليها شوية من اللون البرتقاني اللي هو الأورنج، وشوية من اللون البني، وهبتدي أقلب. طبعا اللون هيكون معايا يعني لسه فاتح شوية أو لونه محمر، فهضطر ان انا اديله شويه اسود عشان اكتمه شويه علشان يديني اللون الطوبي الغامق مش الاورنج، يعني ده لونه كده لسه اورنج، فاديته شويه الاسود وهقلب كويس علشان احصل على اللون الطوبي زي ما انتم شايفين كده. طيب هبتدي اقلب العلبه الثانيه علشان احصل على اللون الرمادي، العلبه الصغيره دي، تمام كده حصلت انا على اللون الرمادي اهو. طبعا ده انا هطعم بيه الشغل بتاعي على بركة اللي انا توكل. هناخد بقى كمية من اللون الابيض وهاخد عليها كمية من اللون الطوبي زي ما انتم شايفين،
وهبتدي اقلب كويس، وهاخد كمية بقى من اللون الرمادي تطعيم كده، حاجات بسيطة جدا. باخد المعجون زي ما حضراتكم شفتوا كده، وببتدي افرده على الجدار بشكل عشوائي، طبعا ما بفردوش بشكل منتظم او زاوية 45، ولكن انا بفرد بشكل عشوائي زي ما انتم شايفين. طريقة سهلة جدا جدا جدا. طبعا كنا قبل كده بنعملها بايدينا، يعني بناخد المعجون بالايد وبنفرده، فلقينا الموضوع السكينة اسهل من فرد المعجون بالايد، تمام، وبيدينا نفس الشكل باذن الله تعالى. طيب بعد ما بفرد مساحة كده مثلا، يعني انا مثلا عشان عندي الجدار 140 سنتي، فتقريبا فردت نص الجدار، وهبتدي الم المعجون. طبعا لو حضرتك شغال في جنب كبير او جدار كبير، يفضل ان انت يكون معاك صنايعي زميلك، انت تفرد الحيطة وهو يلم وراك المعجون على طول، علشان المعجون ما يسيبش كثافة على الحيطة ويضايقك في الصنفرة او يعمل حروف بعد كده، تمام. بفرد الجدار عندي كله بالمعجون بالشكل اللي انت شايفه ده. وطبعا لما بتسيب لحام ما بتسيبش اللحام ماشي منتظم او بخط مستقيم، لا بتسيبه برضو بشكل تعريجي او شكل زجزاج، بحيث ان هو ما يعملش معاك لحام او شكل طولي فيشوه منظر الجنب عندك، تمام كده. طيب خلصنا الحمد لله تعالى بالشكل الجميل ده. هنبتدي بقى على بال ما الجدار ينشف اجهز السيلر بتاعي. طبعا ده سيلر اخشاب مخفوف بالتنر بنسبة 100% مثلا، يعني بقد حجم العبوة واخد تنر، او قد حجم العبوة مرتين، تمام كده. المهم ان السيلر عندي يكون مخفوف وايه ويكون سلس، ما يكونش تقيل، كويس. طيب بعد ما الجدار نشف تمام، بجيب صنفرة 320، صنفرة رقم 320، وبصنفر الجدار بتاعي كويس بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده. وبعد ما بخلص بجيب صنفرة 1000، طبعا دي صنفرة رقم 1000 اهي، بنعم بيها الجدار اكتر علشان ملمس الجدار يكون ناعم، تمام، بصنفر كويس جدا. وبعد كده بجيب فرشة التراب وابتدي انفض الجدار عندي من التراب الناتج عن عملية الصنفرة واشيل الغبار بتاعه. بعد كده بقى هشيل اللزق اللي انا لزقته علشان اللحامات تبان عندي، ولما اجي ادهن السيلر اللحامات تدهن معايا ويظهر لونها الطبيعي. ان طبعا انت حضرتك شايف الجدار دلوقتي لما اتصنفر اللون بهت، واللون اللي بعد ما كان غامق وشكله جميل الصنفرة خليته ايه بهت، كويس. طبعا لما هندي السيلر دلوقتي هيبان لونه الطبيعي تاني بالشكل الجميل اللي حضراتكم شايفينه ده اهو. طبعا سيلر الاخشاب بيعمل عملية اشباع للجدار، يعني بيعمل عملية اشباع، يعني هو في الاساس بيستخدم للاخشاب لاشباع الاخشاب وتأسيس الاخشاب في المراحل الاولى في الدهان. يعني بتوع الموبيل لما بيشتغلوا بيه في المراحل الاولى في الدهان، علشان يعمل عملية اشباع للاخشاب وغلق للمسام بدرجة كبيرة، كويس كده. بنستخدم احنا سيلر الاخشاب، ممكن حضرتك تستخدم السيلر الحراري اللي هو البنت رينتج من جوتن. السيلر الحراري ممكن يقضي معاك المصلحة برضو في الديكور بتاعنا، او ممكن حضرتك برضو تستخدم الورنيش المائي، تجيب الورنيش المائي وتخففه بنسبة 50% مثلا، وتدهن منه وشين على الجدار برضو هيكون كويس جدا معاك. بس انصحك ما تشتغلش بيه في التشطيب الخارجي، يعني لو هتشتغل خارجي مثلا في بلكونة ولا حاجة، استخدم سيلر الاخشاب او استخدم السيلر الحراري بتاع جوتين، كويس. طيب بعد ما خلصنا الجدار الوش الاولاني ونشف، صنفرنا الجدار وادينا له وش سيلر تاني علشان الجدار يشبع السيلر وما يبقاش ايه في تلطيش او في اي بقع، كويس. بعد كده بجيب قطعة ورق مقوى، الورق اللي هو التقيل بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، بقصها بتكون من الاطراف بتاعتها اقل من حجم البلاطه اللي عندي 2 سم من جميع الاتجاهات، يعني بتكون اقل من حجم البلاطه كام؟ 2 سم من جميع الاتجاهات. بعد كده بجيب الدوكو الاسود وبخففه جدا، بخليه زي الشربات، وببتدي اعمل ظل خفيف كده على الضلع اللي على اليمين والضلع الكبير اللي تحت. واخد بال حضرتك معايا؟ يعني انا هاخد ضلعين دلوقتي، الضلع اللي تحت العريض ده والضلع اللي على الناحية اليمين، دول انا هظللهم باللون الاسود بحيث ان هو يبان معايا في البلاطة ظل، كويس كده. طيب طبعا ممكن حضرتك تشوف الظل اللي احنا عملناه ده تقول ده كده غامق كويس، ممكن تقول ده غامق، لا هو مش غامق، ولكن لما تعمل الاضاءة فوق على الحرف التاني او الضلعين التانيين بتوع البلاطة
هتشوف حضرتك الشكل جميل جدا جدا جدا، ويعني ويتهيأ لك ان هو فعلا بارز، يعني حضرتك هتشوف الديكور بارز فعلا بإذن الله تعالى. هنظلل الأحجار كلها زي ما انتم شايفين كده باللون الأسود، وطبعا يعني يفضل لحضرتك ما ترميش خامة كتير، يعني ما تيجي تظلل ما ترميش بوهية كتير بحيث ان الشكل ما يبانش لونه أسود معايا. وبتيجي في الزوايا برضو وتقطع كده في الزوايا اهو، يعني بتحدد الزاوية، بتحط السكينة او حتة ورق معاك وتحدد الزاوية بتاعت البلاطة عشان اللون التاني الابيض لما يجي يكون في فاصل بين الاتنين علشان يظهر معاك الشكل فعلا 3D وشكل ثلاثي الابعاد بنفس الورقة اللي انا كنت شغال بيها او غيرها. يعني ممكن تعمل واحدة تانية عشان لو دي البوهة بهدلتها ولا حاجة، نعمل قطعة ورق تانية بنفس المقاس ونبتدي بقى نشتغل باللون الابيض. هنعمل الاضاءة باللون الابيض، بحط السكينه بالشكل اللي انت شايفه ده كده وببتدي اعمل الايه الضوء باللون الابيض. طبعا انا بحط السكينه على حرف اللحام علشان خاطر لا البويه السوداء ولا البويه البيضاء تبهدل لي السقيه، لان انا عايز السقيه تفضل لونها باللون الرمادي. وباجي بالسكينه برضو في الزاويه كده وبايه وبظبط الزاويه بتاعتي باللون الابيض الفاصل ده كده علشان يبان فعلا شكل البلاطه، ان هو البلاطه اكنها بلاطه مشطوفه، لكنها قطعة بلاط ايه او قطعة رخام مشطوفة بالشكل اللي انت شايفه ده. انا طبعا قربت لك الكاميرا علشان يوضح لحضرتك ويبان لحضرتك الشغل بنشتغله ازاي، او يبان طريقة عمل الاضاءة والظل اهو. تمام كده، باجي في الزاوية كده وبدي لسعة ابيض كده خفيفة اهو زي ما حضرتك شايف كده كويس، حاجة بسيطة كده يعني يكاد البوية أكن مفيش بوية خارجة من المسدس الرش اللي معاك كويس. طبعا الأماكن اللي هي اللي جاية نص قالب دي زي ما حضراتكم شايفين بقطع لها حتة ورقة صغيرة على قدها وبرضو بعمل فيها نفس الشغل بالشكل الجميل ده كده أهو أهو. طبعا أنا كده تقريبا خلصت، سامحوني على الإطالة وجزاكم الله خيرا على حسن المتابعة، واتمنى ان حضراتكم ما تبخلوش علينا باللايك. مهم جدا يا جماعه موضوع اللايك ده لانه بيساعد جدا على انتشار الفيديو. ولو حضرتك مش مشترك معانا في القناه اشترك في القناه وفعل زر الجرس علشان يوصل حضرتك اي جديد او اي اشعار ينزل من القناه. في نهايه الفيديو اشكركم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اخوكم غريب محمد من جمهوريه مصر العربيه.